ألو، اتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعليكم السلام، شيخ وليد. اتفضلي. أنا أختك من السماوة، شيعية مهتدية، أقدر أحكي؟ حضرتك شيعية مهتدية مهتدية. مهتدية؟ اه، اتفضلي اتفضلي. أي يعني من شيعية، لما شفت الدين الشيعة واللطم والعزاء والمصايب، الواحد يرد على الإسلام أحسن له، مو صحيح؟ الحمد ابن لله. آدم عنده عقد، مو صحيح؟ تفضلي. نعم. بس يؤسفني من أسمعك السب الشيعة مجموع، أقدر أحكي؟ تفضل. يعني أنا لما أكون أنا مؤدبة، وذيك عذرا عن اللفظ هذا، وذيك يعني مو مؤدبة، من تجمعني أنا والمؤدبة سوا ما أرضى أنا. يعني أنت لا تقول الشيعة، أكو شيعة يعني شيعة جاري، شيعة زوجي، لا يلطم ولا يطلع ولا يطبر ولا العراق، أكو شيعة يسبون يعني يطلعون، صحيح يسوون، بس اكو شيعه مو هيك. يعني انتم لا تجمعون بين اللي شيع الدين واللي اللي يركض ورا المعممين، ترى هذا ذنب من المعممين، شاشته هو المعممين جاي اللي تو، نعم، يعني انت قصدك مو مش عايزين صحيح؟ اجمع كلام الشيعة، واضح. مش عايزين اجمع الشيعة في خندق واحد. نعم اي نعم انت لما تقول شيخ وليد على راسي، كلامك انا اتابعك، انا من متابعينك، انا من محافظه المثنى، السماوه من جنوب العراق، يمكن تندلع، نعم مو صحيح؟ انا من متابعينك، متابعين شيخ فراج، انا متدعي عليك شيخ فراج من السعوديه. نعم بس لما تقول الشيعه، اكو شيعه ترى طلعوا، يعني ذول يقلدون السيد الصدر وحاطين اجفانه ويلطمون، وهذول اللي يقلدون القريشي، ولكن يقلدون الطب ما ادري ياهم، وهي مصيبه، يعني مصيبه. احنا ضحيه العرب، احنا ضحيه العرب، صرنا ضحيه نعم العجم، مو العرب، العفو، بس العرب ما بيها فزعه. احنا ضحيه عجم، تعرف شنو ضحيه عجم؟ العراق انباع للعجم، يعني التبعيه، يعني التبعيه صرنا. نعم الله مو صحيح؟ المستعان، واضح كلام، اعتقد انا على واضح الهواء، مو كلامي، صحيح؟ فاهمه ان شاء الله، فاهمه، بقيت افهم عراقي كويس. تفضلي. ها زين، هسه اني عندي ملحظه ثاني، اني قسمه قسم يميني، من كنت شيعيه، من كنت شيعيه، خليني اقول لك براءه من الشيعه هسه، نعم ها قاسمه قسم يمين على القران، خابرت هواي شيوخ معممين، حملوني مسؤوليه هواي، وانا مره ضعيفه ما عندي. نعم الله المستعان. والله سمعتني؟ نعم جاي تسمعني شيخ وليد؟ أسمعك أسمعك، تفضلي. قاسمه قسم يمين خوف، يعني خوف شيء ضايقت من عنده وحلفت عليه، مو شيء مو زين، بس هو انا قسمت يعني خطأت، يعني مخطئه امام رب العالمين، واحد يعترف يقول خطأ. نعم هذا القسم اليمين شنو غرامته عليه؟ خسارته عليه؟ انا متحمله هواي، واحد يقول لي دفعت، واحد يقول لي، واحد يقول ما يفيد بعد، انت راح تدخلين النار. الله المستعان، جزاك الله خيرا، وانت ست ب 100 راجل والله، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظك. الله يخليك شيخ وليد، اللهم امين، جزاك الله والله خير. يوميا اخابر، وانتظر الحلقه، وانتظر الحلقه، ويوميا اخابر، يوميا انتظر الحلقه. ان شاء الله، ربنا يبارك فيك، ونحن نتشرف بكم، ربنا يعزكم. الله يخليك شيخ اللهم وليد، امين، اللهم الله الله بالشيعه، الله الله بالناس البسطاء، الله الله بالفقره، الله الله بالفطره. انت ان ما شاء عليك الله. بدول لابسين اجفان، احنا ضحايا دول، احنا ضحيتهم، احنا ضحيتهم، احنا منو الشيعة؟ احنا منو؟ احنا كفره، شيعه صارت كفره ترى. يعني معقوله اكو واحد يعوف القران ويحب حيطان؟ انت راح تبوس بالحائط وعايف القران؟ ليش هو شباك الحسين، خلينا نحكي شباك الحسين، بناء الحسين، ليش مو جابوه من دول اوروبيه؟ هم منين جابوا شباك الحسين؟ مو جابوه من دول اوروبيه؟ يعني انت جايبه من دول اوروبيه جاي تبوس فيه؟ اوروبا جابته هذا، راحوا سووه هناك، كملوا بنوه جابوه حطوا على الحسين، ما يخالف، امنت بالله. أخي الحسين لو كان موجود هسه الحسين بهذا عصرنا، وقاعد بابه ذهب وقبته ذهب، والفقراء تجدي بالشوارع، نسوان العراق تجدي بالشوارع، بال 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 بالافرع وين ما تلقاهن، وباع عن الشرف وباع عن كل شيء، والحسين عليه كبش كبرها ذهب، وشباكه ذهب، وبابه ذهب. انت لما تبوس الباب، والباب مين جبناه؟ الباب منين يجي؟ انا بدي اسال، اذا اكو شيعي يسمعني هسه، الباب منين يجي؟ منين صمموه؟ الحسين بنى هذا الباب؟
ابونا القبه. ما يعني مع الاسف. الله المستعان، ربنا يبارك فيك يا امي، ربنا يعزك، الله جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك، الله الله يعزك. الله المستعان. احنا ضالين نبوس حيطان عشان نجدد الشوارع، هذا مثل الختام. ربنا يعزك، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، شكرا لك يا امي. شكرا، اتمنى ترد علي على الحلف بس ان شاء الله. اللي قسم الله يخليك شيخ ودي. الله يعزك. الاخت سالت سؤال، والله انا ساعات في كلام سريع ساعات بيهرب مني، معلش. سالت وقالت تنتظر الجواب. جواب ايه بقى؟ ايه هو السؤال يا اخوانا؟ معلش التكست بيجري. سالت ايه؟ قالت تنتظر الجواب. ايوه، سؤال ايه هو السؤال؟ كفاره اليمين. عامه كفاره اليمين اطعام 10 مساكين او صيام 3 ايام. لو عندها المقدره انها تكفر الاطعام 10 مساكين وجبه واحده، وجبة واحدة من أوسط ما تطعمون، يعني شوف أنت بتاكلي إيه، أوسط حاجة بتاكليها تطلعي تطعمي 10 مساكين أو تصومي 3 أيام. أقسمت على معمم، لو أنت أقسمت على معمم إن أنت مثلا ما تكلميه، ولا أقسمت على معمم إن أنت ما تسمعي كلامه، أنت هتكفري ليه؟ ما تكفري. آه قسمها من الخوف، من الخوف نفسه. طيب الله المستعان. لا انا شايف ان قسمك من الخوف ده يعد من باب يعني الضروره، من باب الضروره، والله اعلم ما عليه كفر، ما عليه كفر. ربنا يبارك فيك.